يوجد في السجل الإجرامي العالمي قضايا باردة وألغاز لجرائم وحوادث لم يعرف لها أي تفسير لحقب طويلة من الزمن، ولم يستطع المحققون بعد سنين من التحقيقات إيجاد الجنات في جرائم أحياناً تكون مكتملة الأركان. واسترسالاً في دهاليز القضايا الباردة، سنعرض لكم اليوم قضية جديدة لم يعرف الفاعل فيها إلا بعد مرور 5 عقود. في يوم الجمعة 24 سبتمبر عام 1971، اكتشف صبيان صغيران أثناء رحلة الصيد جثة امرأة فوق غطاء صندوق السيارة المهجور في واد مشجر من الحافة الجنوبية الغربية سيدار رابيتس. كانت الضحية مورين فارلي البالغة من العمر 17 عاما، وهي امرأة متزوجة حديثا لا تكبر كثيرا الأولاد الذين عثروا عليها. حكم الفاحص الطبي في مقاطعة لين أن فارلي ماتت لمدة لا تقل عن 48 ساعة ولا تزيد عن 96 ساعة، وقال إن الوفاة نجمت عن ضربة قوية في الجزء الأيمن من رأسها مما تسبب في كسر قاعدي في الجمجمة. شهدت فارلي لآخر مرة في الساعة 5 مساء يوم الجمعة 17 سبتمبر. من كانت مورين فارلي؟ ومن كان يرغب في وفاة مثل هذه المرأة الشابة الجميلة؟ ولدت مورين يوم الأحد 4 يوليو عام 1954 في مستشفى سان جوزيف في مدينة سيوكس بولاية أيوا لماري آن وديفيد رولاند بروبيكر. بالإضافة إلى والديها كان لديها شقيقتان أنجيلا وليزا وأربعة إخوة هم ديفيد وغريغ وروبن وسكوت. بصفتها الأكبر بين 7 أشقاء كانت مورين تجلس لرعاية أشقائها 6 الأصغر كلما قرر الوالدان الخروج. Yeah, she was our first born child in July 4th. Everybody said she'll be a firecracker, she'll be born on July 4th, and she was. And she always was a firecracker. عرف ديفيد وماري أن التحدي والمسؤولية التي ستكون على عاتق الأخت الكبرى، لكنهما أخبر الأطفال دائما أنهم سيكافئون إذا كانوا مهذبين وغير متعبين لأختهم الكبرى. في عام 1971 بعد زواج مورين، بكى أشقاؤها عندما أخبرتهم أنها بحاجة إلى الانتقال إلى سيدار رابيتس لفترة من الوقت بعد تعرض زوجها ديفيد فارلي لبعض المشاكل وأمر بقضاء فترة قصيرة في إصلاحية أناموسا، حيث أرادت أن تعيش في مكان قريب بما يكفي لزيارته من حين إلى آخر. بمجرد وصولها إلى هناك استأجرت مورين غرفة نوم صغيرة وتمكنت من الحصول على العمل كنادلة في أحد المطاعم. لقد أرسلت الصور إلى عائلتها وأخبرتهم بمدى افتقادها لهم وأنها ستراهم قريبا. كانت المكالمات الهاتفية حينها مكلفة لكنها اتصلت كل ما استطاعت. في وقت مبكر من يوم الجمعة 17 سبتمبر عام 1971 اقتردت نقودا لشراء علبة سجائر، مع العلم أن راتبها سيكون جاهزا لها في وقت لاحق من ذلك اليوم، لكنها لم تصل قط لاستلام الشيك الخاص بها. في يوم الاثنين 20 سبتمبر عندما لم تصل فارلي التي يعتمد عليها عادة للعمل بحلول الساعة 10:30 صباحا أبلغ صاحب العمل أنها مفقودة. في غرفة نوم فارلي عثر المسؤولون على علبة السجائر، وفي مؤخرة المنزل وجدوا خزان الوقود لسيارة فارلي ممتلئا، ومع ذلك لم تكن الشابة في أي مكان. في يوم الجمعة 24 سبتمبر جمع كيفن بوكس وداني لينيفر بنادقهم للذهاب للصيد في وقت ما بين 5:35 مساء. كانوا قد عبروا لتوهم النهر على جسر السكة الحديدية واتجهوا إلى طريق إيلي عندما رأوا سيارة في الوادي الضيق، لكنهم لم يلاحظوا شيئا غريبا بها بسبب أوراق الأشجار. بعد اقترابهم رأوا ما اعتقدوا أنه امرأة نائمة. كانت السيدة ترتدي الملابس ولكن لا أحذية،
بعد التفكير في الأمر وعدم الرغبة في إزعاج الشخص، استمروا في السير على طريق الصيد. بعد الاقتراب في النهاية من الطريق السريع القريب جدا من الطريق للصيد، عادوا مرة أخرى إلى هناك، وقرر الأولاد إلقاء نظرة أفضل، إذ كانت المرأة لا تزال في نفس الوضع الذي رأوها فيه في وقت سابق، وفقط عندما اقترب لاحظوا تغير لون جسدها، لخوفهم مما رأوا ركضوا بعيدا، ثم فكروا لفترة وجيزة في التوقف في حانة قريبة للحصول على المساعدة، لكنهم كانوا يحملون بنادقا وقد يقعون في المشاكل، وبدلا من ذلك أعادوا عبور حامل السكة الحديدية، وتوجهوا إلى منزل داني، حيث أخبروا والدته فاولر أنهم عثروا على جثة. طلبت فاولر التي تبدو أنها لم تصدقهم في البداية اصطحاب الاثنان إلى المكان، وفي حوالي الساعة 6:46 مساء رأت السيدة فاولر أيضا ما يبدو أنه امرأة نائمة فوق سيارة في وادي، ثم قامت بالاتصال بالشرطة. في يوم الاثنين 27 من سبتمبر أصدرت شرطة صدار نداء عاما لأي شخص لديه معلومات عن وفاة فارلي للتقدم والإبلاغ عما قد يعرفه. They found my sister on the trunk of a car, dead. It really hurt. It was hard. So I always looked up to my sister. I always wanted to be like her. في مقال نشرته صحيفة صدار رابيتس بتاريخ 29 من سبتمبر عام 1971، قال مساعد قائد شرطة سيدار رابيتس كينيث فانوس أن المسؤولين يعتقدون أن وفاة السيدة فارلي حدث في مكان آخر غير المكان الذي اكتشف فيه الأولاد جسدها. قال فانوس إن المحققين كانوا مهتمين بشكل خاص بأفعال فارلي من 7 سبتمبر، اليوم الذي شوهدت فيه على قيد الحياة آخر مرة، حتى 22 سبتمبر. قال أيضا إن الفتاة ربما تكون عاجزة بطريقة ما خلال الوقت الذي كانت مفقودة أو على الأقل خارج المدينة، على أمل أن يكون شخص ما قد رآها في مكان ما ويعرف شيئا ما. وصفها بأنها بطول 5 أقدام ونحيفة للغاية، وتزن حوالي 100 رطل، ولها شعر بني طويل وبشرة فاتحة. قال لو كانت في المدينة أو كانت قادرة لكانت ستحصل على راتبها لأنها كانت بحاجة إلى المال. قال مساعد القائد أنه لا يوجد ما يشير إلى جروح دفاعية، وهو ما سيكون واضحا إذا حدث صراع أو منحت فارلي فرصة لمحاربة مهاجميها أو مهاجمها. قال إن ملابس فارلي كانت في حالة من الفوضى إلى حد ما، لكنها لم تكن ممزقة. أشارت الصدمة الحادة على جانب رأسها إلى هجوم مفاجئ فاجأ المرأة المتزوجة حديثا. التزمت والدة الضحية الصمت طويلا أثناء اتخاذ التحقيقات لسيرها الطبيعي، لكنها نددت واتهمت رجلا كبيرا في السن يدعى جورج سميث، لكن بسبب نقص الأدلة وعدم ثبوت التهمة عليه لم يعتبر مشتبها به من الأساس. وعلى مر السنين تم استجواب العديد من المشتبه بهم وإجراء اختبارات للكشف عن الكذب، وفي النهاية تم تبرئتهم. ولقلة الأدلة والخيوط التي قد تفتح الباب أمام أي تفسير ممكن لمقتل الفتاة الشابة، اعتبرت كقضية باردة حالها حال الآلاف من القضايا التي بقيت بدون حل لعقود. ولكن بعد مرور 50 عاما على العثور على جثة مورين البالغة من العمر 17 عاما حينها، أغلق محقق صدار رابيتس القضية، إذ قالت الشرطة في بيان صحفي يوم الثلاثاء 5 أكتوبر عام 2021 إنه من خلال التحقيق وتكنولوجيا الحمض النووي حددت وحدة القضايا الباردة في قسم شرطة صدار، وأكدت بأن جورج سميث هو المشتبه به في قضية القتل. وأوضحت أن الاتهام الذي وجهته سابقا أم مورين كان في محله. New DNA that they've got now proved it. So I'm just so happy for this new DNA that they can go back 50 years and prove it.
وقالت الشرطة إن القضية ستغلق دون محاكمة لأن سميث فارق الحياة في عام 2013 عن عمر يناهز 94 سنة. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا برأيكم في التعليقات أدناه. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز.